مرحبا بكم أحبائي، السلام عليكم. أتمنى إن شاء الله أن تكونوا في صحة جيدة وتكون أحوالكم طيبة بإذن الله. في هذا الفيديو القصير شيئا ما سوف أحكي لكم من وكيف يمكنك أن تحصل على الجنسية الألمانية، ومن هم الأشخاص الذي يمكنهم أن يحصلوا عليها، وهل اللاجئين عندهم الحق أيضا في الحصول على الجنسية الألمانية. قبل أن نبدأ أريد أن أشكر كل الأصدقاء الذين يشاهدون قناة مارفل شو، لكن مرات يحز في نفسي أن عدد المشاهدات يكون كبيرا جدا، لكن قليل من يعطي لايك أو قليل من يكتب رأيه، وهذا شيء يعني بسيط جدا، لأن هذا هو الأمر الوحيد الذي يشجعني ويشجع كل من يقف أمام الكاميرا وكلما ينجز شيئا مفيدا لكم على الاستمرارية وعلى المكافحة، يعني أن يستمر في إعطاء ما يفيدكم أحبائي. سأكون إذا شاكرا إن كتبت رأيك تحت هذا الفيديو، أو على الأقل أعطيت لايك ونشرت هذا الفيديو كي تعم الفائدة. إذا الجنسية الألمانية لم تعد يعني صعبة المنال، الواحد بإمكانه أن يحصل عليها، يجب فقط على الشخص أن يكون مقيما في ألمانيا لمدة تقريبا 8 سنوات. من عاش في ألمانيا مدة 8 سنوات تكون عنده الحق أن يقدم لطلب الجنسية الألمانية. يعني إن كنت أتيت إلى ألمانيا مثلا من أجل الدراسة وأتممت دراستك، وبعد ذلك وجدت عملا وبقيت في ألمانيا 8 سنوات، بإمكانك التقدم وطلب الجنسية الألمانية. إذا جئت إلى ألمانيا مثلا كلاجئ، يعني اللاجئين الآن إخواننا وأصدقاؤنا وأحباؤنا من سوريا أو من العراق أو من الصومال، من إريتريا، من فلسطين، من اليمن، الأردن إلى آخره، كلهم عندهم الحق أيضا بعد أن يعيشوا في ألمانيا مدة 8 سنوات أن يقدموا لطلب إلى الجنسية الألمانية. الشيء الوحيد الذي يركزون عليه في الجنسية الألمانية هو إتقانكم للغة الألمانية على أقل تقدير، أو على يعني يكون عند الشخص البي أينس، البي واحد، مستوى البي واحد في اللغة الألمانية، وأن يكون الشخص أيضا مستقلا بذاته من الناحية المادية. إذا كان الشخص مستقلا بذاته من الناحية المادية، يكسب عرق جبينه بشغله، درس، عمل، أوس بيلدونج إلى آخره، فسهل بعد 8 سنوات الحصول على الجنسية الألمانية. أما إذا كان مثلا الشخص متزوج في ألمانيا، فإن المدة لا تكون 8 سنوات، بل بالعكس تكون أقصر، بحيث أنه بعد 5 سنوات يحق للشخص التقدم وطلب الجنسية الألمانية والحصول على الجنسية الألمانية. يعني 5 سنوات من كان متزوج بألمانية أو من كانت متزوجة بألماني، يمكنها بعد 5 سنوات إذا كانت تتكلم اللغة الألمانية تقريبا مستوى البي أينس، البي واحد، هنا وزوجها أو وزوجتك يشتغلون ويدفعون الضرائب ونشيطين في المجتمع، فهناك أيضا الحق في الحصول على الجنسية الألمانية. شيء آخر بالنسبة للأطفال الذين ولدوا في ألمانيا، كثير من الأصدقاء يسألونني في الشغل: مارو، عندي سؤال، أنا ابني ازداد هنا في ألمانيا، أو بنتي ازدادت هنا في ألمانيا، نحن لاجئين، نحن أتينا هنا للدراسة، نحن كذا وكذا، هل يحصل ابني أو بنتي أوتوماتيكيا على الجنسية الألمانية؟ لا، الجنسية الألمانية لا يحصل عليها الطفل المزداد هنا في ألمانيا، يحصل أيضا على الإقامة، إقامة مدة 3 سنوات إلى آخره، بعدها 5 سنوات، ممكن بعد 5 سنوات أن يحصل الطفل على الإقامة الدائمة. لكن عندما يقوم ويكون الطفل قد عاش أكثر من 8 سنوات أيضا في ألمانيا، أو زار المدرسة على الأقل 6 سنوات قضاها في المدرسة، فلديه الحق في الحصول أيضا على الجنسية الألمانية. لكن عندما يصل الطفل إلى، أو الطفل يصل إلى سن الشباب، سن 21 سنة، هناك
يجب أن يختار إما بين جنسيته، جنسية أهله، مثلا إن كانوا من سوريا أو من العراق أو من المغرب أو من الجزائر، تونس، مصر، يختار بينها وبين الجنسية الألمانية. لكن القانون الألماني أصبح الآن يسمح أيضا بجنسيتين، بحيث يمكن للشخص أيضا حاليا أن يحصل على جنسيتين دون مشاكل. لكن هذا الأمر بخصوص الجنسيتين يمكن أن يتغير في الحكومات السابقة، لكن عموما الإقامة الدائمة يمكن أن يحصل عليها الشخص بعد 5 سنوات معيشة في ألمانيا، لكن إذا استقل عن الجوب سنتر وتعلم الألمانية أو عمل أوس بيلدونج أو درس إلى آخره، عنده الحق في الإقامة الدائمة. الإقامة الدائمة شيء جيد ورائع، لكن إذا كنت ترغب في الجنسية فيجب عليك الانتظار، أو يجب عليك الانتظار 8 سنوات وبعد ذلك تقدمين أو تقدم إلى الجنسية الألمانية. هذا باختصار موضوع الجنسية الألمانية، لأني لاحظت كثير في كثير من المنتديات كلام فارغ وكلام تافه عن الجنسيات، عن الإقامات، عن الجوب سنتر، عن اللجوء، عن طرد، عن بقاء إلى آخره، كلام تافه ليس له علاقة. أنا أتكلم من خلال مهنتي، أنا أتكلم من خلال شغلي، وأنا أتكلم أيضا من خلال تجربتي هنا في ألمانيا. أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم. أسئلتكم اكتبوها أسفل الفيديو، وسوف أكون جد شاكرا لتشجيع القناة وتشجيعي على الاستمرار والعمل. الشيء الوحيد الذي سوف يفرحني إن قمت بالضغط على زر لايك، متابعة القناة كي لا يفوتك أي شيء، ونشر هذا الفيديو كي تعم الفائدة وكي يتنور الناس، ولا تبقى تلك الإشاعات التي تخيف والتي ليس لها معنى بتاتا. أشكركم أحبائي، وإن شاء الله السؤال المقبل سأحضره من أسفل الفيديو، ممكن أن يكون سؤالك، أو ما رأيكم أعمل فيديو وأجيب على 5 أسئلة للأصدقاء. أحبائي أشكركم، إلى اللقاء. وفيديوهات تعلم الألمانية طبعا تجدونها أيضا على قناتي في اليوتيوب مارو فيلتشو. مع السلامة وتصبحون على خير.